مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشط السياسي السيد علي العزاوي. أهلا بكم سيد علي. بداية، ثوار البصرة لجأوا إلى إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية لحقول النفط في المحافظة، كيف ترى هذه الخطوة وتأثيرها على الحكومة؟ بالبداية نرحب بكم وكل مشاهدين قناة الرافدين فيما يخص قطع الطرق في محافظة واسط، واسط تدخل الأسبوع الثامن في البصرة. نبدأ سيد علي في البصرة. نبدأ. نعم تفضل. نعم ألو. في البصرة نتحدث عن غلق الطرق بداية في البصرة. في البصرة سمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أن يعني هناك بعض الحقول النفطية، في هذه اللحظة لم يوجد أي تأكيدات لدينا حاليا. نعم نعم. طيب ماذا عن واسط إذن؟ واسط تدخل أسبوع الثامن بعمليات العصيان المدني وقطع الشوارع صباحا، وأغلب الدوائر يعني متوقفة عن الدوام منذ يوم 25 تشرين ولغاية هذا اليوم. نعم. وعدد الدوائر الخدمية مع بعض الدوائر الخدمية التي هي تمس حياة المواطن يستمر بالدوام. أما بعض المدارس، الجامعات، الدوائر الأخرى كلها مغلقة لغاية تحقيق كافة المطالب وتضامن مع المتظاهرين. سيد علي، الثوار وصفوا أسعد العيداني المرشح لرئاسة الوزراء بالقاتل والفاسد، إلى أي مدى ترى أن حراك الثوار سيفشل محاولات التفاف الحكومة أو سلطة المنطقة الخضراء على مطالب الثورة والمتظاهرين؟ أخي الكريم، الظاهر لهذه اللحظة الطبقة الحاكمة ما قاعد تفهم مطالب الثوار. يعني أسعد العيداني هو جزء من منظومة فساد قود البلد، هو تابع الكتلة، هو تابع الحزب، إضافة إلى الأحداث مجازر الطارق الناصرية والشهداء، هي كلها بعهده. نعم. لكن الطبقة الحاكمة تحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين من خلال زجب أسماء هي سابقا موجودة ضمن منظومة الفساد وعليها أكثر من شبهة فساد مطلوبة للقضاء. فأعتقد الثوار قالوا كلمتهم بجميع الشخصيات أنه هذا مرفوضة، وأن المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يخرج من ساحات التظاهر، وأي مرشح يخرج من الكتل السياسية أو من ضمن الطبقة هاي الفاسدة الذي ما جابت بالعراق منذ 2003 لهذا اليوم غير الدمار والفساد والقتل. ايضا هي مشتركه بعمليات القتل اللي صارت من يوم 25 لغايه هذا اليوم، فمستحيل الثوار يقبلون اي مرشح خارج من ساحه التحرير الا من تحت التحرير الاصلي. طيب، هناك جموع غفيره تحتشد الان في ساحه الحبوبي وسط الناصريه تاكيدا على استمرار الثوره، هل تطلعنا اكثر حول المعلومات التي لديك بخصوص ساحه الحبوبي وهذا التحشد المستمر من المتظاهرين؟ اخي الكريم، ساحه الحبوبي وكل ساحات العراق مستمره بالتظاهر في جميع الساحات، ساحه الحبوبي في الناصريه، ساحه مجلس المحافظه في الكوت، شركه التربيه في كربلاء، والتحرير، كلها لا زالوا مستمرين وفوق ثورتهم، ولن يرجعوا الى بيوتهم الا بتحقيق كافه المطالب. نعم. وانما ما يصدر من الطبقه الفاسده من بيانات، من وعود، ما هي الا محاوله للضغط والتاثير على المتظاهرين. نعم. هناك تاكيدات الان من ساحات الاعتصام تفيد ان المتظاهرين قاموا او اقاموا نقاط تفتيش لتامينها. هل هناك مخاوف لديكم من تكرار اقتحام ساحات الاعتصام والتظاهر في الفترة القادمة بعد المجزرة التي ارتكبت منذ أيام؟ بالحقيقة هذا العمل موجود في كل ساحات التخلية المتظاهرين كتدابير أمنية، خاصة في وجود انفلات أمني، من وجود عملية منظمة لاغتيال الناشطين، تصفيتهم وقدري ما حصل، ناشط علي اللامي، ناشط طاحن الطائي، كثير من الناشطين صفوا بطريقه ممنهجه منظمه من قبل الميليشيات المنفلته. بالتالي الثوار اوجدوا طريقه لتامين ساحات التظاهر من خلال زجل عناصر تفتيش وتامين مداخل ساحات التظاهر، وهذا معمول به بالتحرير، بساحه الكوت، بساحه الحبوبي، في كربلاء. نعم. ما الرساله التي تريدون ارسالها من خلال الاستمرار بالتظاهر والاعتصام؟ رسالة المتظاهرين إلى الطبقة الحاكمة، وهي رسالة واضحة من يوم 25، يا أخي هاي الطبقة ما جابت للعراق غير الويلات، ما جابت للعراق غير الفقر، الجوع، القتل، مع ذلك في ظل هذه
او الغليان 125 من شاهدهم من على شاشه التلفزيون ولا يعني لا يديرون اهميه لهذا الشارع. القتل مستمر، الجوع مستمر، لا يزال متمسكين بالسلطه. لذلك رسالتنا واضحه انه ما راح نرجع للبيوت غير تحقيق كافه المطالب. شكرا لك سيد علي العزاوي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من واسط.